الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن للدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن. هل الماء الساخن يزيد الوزن؟ الإجابة لا، العكس صحيح. الماء الساخن، البرنامج الصحي والعلاجي لطريقة تناول الماء الساخن وفق درجة الحرارة المحددة، وفق الكمية المحددة، وفق للبرنامج طريقة التوزيع، العكس صحيح، بحيث أنه يساعد على ضبط الوزن، تخفيف. إذا الشخص يعني زاد الوزن عنده يخفض الوزن، وإذا الشخص نحيف جدا يعمل على ضبط الوزن، لأن الشخص نحيف جدا يكون عنده مشكلة في العظام، النقص الشديد من فيتامينات والبروتينات، وبالتالي سماكة الغشاء لف في العظام تكون نحيفة جدا. بالتالي مع البرنامج الصحي، البرنامج ماء ساخن يساعد على ضبط هذه سماكة الغشاء اللي فيه. هذه حلقة أخرى، هنا نركز على الوزن، تخفيض الوزن. هل الماء ساخن يعمل على زيادة الوزن؟ لا، الماء ساخن، برنامج الماء ساخن يعمل على ضبط الوزن، أي تخفيض الوزن بالنسبة للوزن الزائد. اختصار، أولا الماء ساخن مرتبط مباشرة بحرق سعرات حرارية، يعني الشخص اللي هو عنده وزن زائد معنى أن كمية الطعام التي يتناولها تكون نسبة السعرات الحرارية زائدة عن التي يتمكن جسم الإنسان أن حرقها بشكل يومي. يعني بالنسبة للرجال تقريبا يوميا 2100 سعرة حرارية، النساء تقريبا 1700 سعرة حرارية يوميا. فإذا الشخص تناول سعرات حرارية أكثر من تلك التي يحرقها، هناك تحصل البدانة. الماء الساخن يعمل على حرق سعرات حرارية، يغذي الانزيمات في عملية إسراع في حرق السعرات الحرارية. كيف؟ الإجابة سهلة جدا. أولا، ما هي السعرة الحرارية؟ هل تعلمون بأن السعرة الحرارية مرتبطة مباشرة بالماء الساخن؟ كيف؟ خلينا نأخذ تعريف علمي للسعرة الحرارية. ماذا يعني، ما هو التعريف العلمي للسعرة الحرارية؟ السعرة الحرارية هي الطاقة التي يحتاجها الجسم عند رفع درجة حرارة 1 غرام ماء من 14.5 إلى 15.5 بوقع درجة مئوية واحدة، أي معدل غرام واحد من الماء مع درجة حرارة مئوية، درجة حرارة مئوية واحدة، هذا يعتبر سعرة حرارية واحدة. ولماذا من 14.5 وليس من الصفر؟ لأن الماء على درجة أقل من 14.5 يعتبر بارد، لذلك لابد يبدأ من الفاتر، ومن ثم كلما ترتفع حرارته كلما زادت درجة حرارة واحدة مع كل غرام واحد ماء هي السعرة الحرارية. هذا هو التعريف العلمي للسعرة الحرارية. إذن كما ترون سبحان الله، هي معجزة، لأن السعرة الحرارية مرتبط مباشرة بالماء الساخن، والعلماء الذين اكتشفوا السعرة الحرارية استخدموا الماء الساخن، يعني استخدموا الماء وسخنوا الماء ووجدوا أن هذا السعرة الحرارية هي هذا هي الـ 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 يعني هي هذا هو التعريف للسعرة الحرارية. لذلك مع التزام ببرنامج ماء ساخن، درجة حرارة الماء الساخن التي نحن حددناها 50 درجة مئوية لدى الكبار والصغار، 40 درجة مئوية. جسم الإنسان بين 36.5 درجة مئوية و 37 درجة مئوية، الفارق يعني تقريبا 13 درجة مئوية لدى الكبار، يعني درجة حرارة الماء الساخن 50 درجة مئوية، وجسم الإنسان 36.5 إلى 37 درجة مئوية، أي فارق تقريبا 13 إلى 13.5 درجة مئوية. تخيل أن مع كمية الماء ساخن وفق البرنامج المحدد مضروبة في 13.5، يعني كل غرام واحد يعادل من الماء يعادل، يعني طبعا هناك تأخذ معادلة عميقة جدا لكن ما ندخل بتفاصيل، لكن هنا نعطي دليل بأن الماء الساخن هو السر الأساسي في عملية حرق السعرات الحرارية، أي تخفيض الوزن. لكن يجب الانتباه هنا، مهم جدا، عندما تبدأ البرنامج تستخدم برنامج الماء الساخن، إذا تجاوز أكثر من 3 ساعات بين الكأس الأول والكأس الثاني طبعا يحصل أنك تجوع أكثر، يحصل عملية أنك حاجة إلى إفراط في تناول الطعام. لماذا؟ لأن الجسم يعمل عملية تصفية السموم، يعمل عملية إسراع في التمثيل الغذائي، يعني المعدة
الأطعمة في المعدة خلاص يصير عملية إسراع في عملية هضم هذه الأطعمة، وبالتالي قضاء الحاجة يحصل إيش؟ يحصل المقابل أن الشخص يشعر بالجوع إذا تجاوز 3 ساعات بين الكسر الأول والكسر الآخر. لذلك نصحنا أن عدم تجاوز عن 3 ساعات في بين الكسر الأول والثاني، عدم تجاوز يعني كل ساعة ساعتين إلى 3 ساعات إلا في الحالات الاستثنائية، ولكن لا ننصح تكون هذه حالات استثنائية تحصل بشكل متكرر. لذلك بواحد لا تتجاوز عن 3 ساعات بين كأس وكأس آخر المتناول مع ساخن، واحد. ثانية، ضرورة جدا قبل التناول أي وجبة، سواء وجبة الإفطار أو وجبة الغداء أو وجبة العشاء، ضرورة تناول كأس ماء ساخن. طبعا الدكتور العالم الامريكي من اصل ايران دكتور باتمان جليج هو الذي اكتشف، طبعا عمل دراسات عميقة عن الماء، وبان حتى هو طبيب يعالج بالادوية لكن انعزل من علاج بالطب لانه وجد بان، وحتى عمل دراسات هنا قال انت لست مريضا فانت عطشان فلا تعالج العطش بالأدوية، مع أنه هو طبيب مشهور في الولايات المتحدة الأمريكية وتدرب تحت ألكساندر فليمينغ وتخرج من جامعة هارفارد مشهورة جدا، لكن اعتزل من الطب وبدأ، لأن عندما بدأ يعمل دراسات عن جسم الإنسان ومكونات الماء في جسم الإنسان، هذا موضوع حلقة أخرى عميقة جدا. هنا نأخذ ما اكتشف الدكتور باتمان جليج، فاكتشف بأن مجرد الشخص يتناول كأس ماء ساخن، طبعا هو يقول عن الماء عفوا، مجرد شخص يتناول كأس ماء 15 دقيقة إلى 30 دقيقة من قبل وجبة، كل وجبة إفطار غداء أو عشاء، كل وجبة تقوم الغدد بإفراز هرمون، يعني جميع الغدد سبحان الله إشارة حمراء للغدد في إفراز هرمون، ومعروفة لدينا أكثر من 100 تقريبا 100 يعني الهرمون في جسمه، في هرمون السعادة السيروتونين، هرمون الكالفار اللي هو الأدرينالين، وكذلك في أنواع كثيرة من الهرمونات. هنا نركز في هذا الجانب، تقوم الغدد في إفراز هرمون، وبالتالي يختلط هذا الهرمون مع الماء الذي تناولته قبل الغداء أو قبل العشاء أو قبل الإفطار قبل تناول الطعام، يختلط لعمل حماية للمعدة على امتداد المعدة، لحماية المعدة من حامض هيدروكلوريك، أي مادة حامض هيدروكلوريك تساعد على عملية هضم الأطعمة، تفرز المعدة، والمعدة هي جزء واحد من الغدد، فتفرز هذا الهرمون، وهذا الهرمون يساعد عملية هضم الأطعمة. لكن ماذا يحمي؟ طبعا حامض الهيدروكلوريك هذا مادة خطيرة جدا، لو وضعت هنا تخرج من جهة ثانية من اليد، يعني يثقب، فهي خطيرة جدا، لكن هذه طبيعية تفرز المعدة. لكن هنا مهم جدا أن يجب يكون في حماية المعدة، لذلك الناس يصابون بمشاكل أمراض معدية وتقرحات المعدة والقرحة ومشاكل صحية كثيرة نتيجة لأنهم لا يتناولون كأس ماء قبل تناول الوجبة. ونحن هنا في دراساتنا وبحثنا طبعا وجدنا أن أفضل يكون هو ماء ساخن، لأن الماء لما يكون في درجة حرارة التي أشرنا إليها هي الوسيلة الوحيدة نقل الطاقة بالترطيب إلى الجسم من الماء ساخن إلى الجسم، وبالتالي تسريع عملية التمثيل الغذائي هضم الأطعمة، قيام الأنزيمات في دورها في كسر هذه الأطعمة وكسرها لإنتاج الطاقة للخلايا وبناء الأنسجة والأجسام. وهذا هو بس مختصر. لذلك الماء ساخن يعمل على تخفيض الوزن وضبط الوزن، بس ما الالتزام بالنسبة للكمية المحددة يوميا، بالنسبة للبرنامج، بالنسبة لدرجة الحرارة، كل ذلك يحتاج مواظبة، يحتاج التزام. أشرنا إليها إلى تطبيقات 6 للماء ساخن، وهذا مهم جدا التطبيقات. أول شيء الإيمان بفوائدها، ثانية التطبيق، ثالث الاستمرار، رابع التقدير، خامس المواظبة، سادس فهم مزايا بقدر المستطاع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاص للدكتور فارس الحجري، نشرها على الآخرين ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك، تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين.